عندنا سؤال خفيف إذا تقدر تجاوبه. السؤال تاع اليوم يقول لك من هو النبي الذي رفعت روحه في السماء الرابعة؟ السماء الرابعة. شوف بقى عندنا سؤال خفيف تاع نهار اليوم يقول لك من هو النبي الذي رفعت روحه ولا قبضت روحه في السماء الرابعة؟ ما نعرفش. وعلى كل حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم للأسف. اسمع كي يقرأ ولا القرآن توفاه الأجل تاعه وصل في السماء الرابعة. توفى. شكون هو؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه للأسف. لا سمعت سمعتها في راسي سمعتها. سليمان. لا بي رفعت الروح تاعه في السماء الرابعة. عيسى. ما عرفتوش واش تقدر تقول للمشاهدين في رمضان؟ صح رمضانكم صح فطوركم.